عليكم ورحمة الله. طلابي الأعزاء الصف الثامن، اليوم سوف نتعرف على وحدة جديدة وهي وحدة الضوء. بعدما درسنا الوحدة الأولى درسنا فيها الكهرباء والتيار، درسنا فيه من خلال وحدة الكهرباء التيار الكهربائي، التوتر والمقاومة الكهربائية. الوحدة الثانية وهي وحدة المغناطيسية درسنا فيها الحقل المغناطيسي لمغناطيس، ودرسنا الطيف المغناطيسي لأشكال عدة من المغناطيس، والطيف المتشكل لتيار كهربائي، وأيضا درسنا قوة لورانس. الآن سوف ننتقل إلى وحدة جديدة وهي الوحدة الثالثة، اسمها الضوء. فيها أربعة دروس ندرس فيها: انعكاس الضوء، ندرس انكسار الضوء، وتبدد الضوء، والعدسات. أولا نبدأ بدرس انعكاس الضوء. معلوم لكم بأن العين هي عضو حاسة الرؤية عند الإنسان، والضوء يؤثر في العين السليمة فيتميز فيها الرؤية. يعني الضوء هو الذي يسبب رؤية الأجسام. الآن سوف ندخل في عمق الدرس وهو انعكاس الضوء. ليكن لدينا كتاب في غرفة مظلمة، إذا دخلت عليها أنت ورفيقك، واحد مثلا وقف في اتجاه والآخر في اتجاه ثاني، ضربت ضوء بيل على هذا الكتاب الموضوع على طاولة في منتصف الغرفة المظلمة، طيب هل نستطيع مشاهدة هذا الكتاب من جميع الاتجاهات؟ يعني إذا كان زميلك واقف عند الباب رح تشوف الكتاب، إذا كان واقف مقابلك أيضا رح يشوف الكتاب، أينما وقفت في هذه الغرفة سوف ترى الكتاب، صح؟ طيب ما سبب ذلك؟ رؤية الكتاب في غرفة مظلمة إذا سلطنا عليه الضوء يرى من جميع الاتجاهات. قال سبب ذلك هو حادثة انتثار الضوء. إيشو؟ انتثار الضوء. سوف نعرفها، هو ارتداد الأشعة الضوئية الواردة عن أي جسم في كافة الاتجاهات. لاحظ معي الرسمي، ليكن هذا هو الكتاب، سطح الكتاب، سلطنا عليه حزمة ضوئية بهالشكل. شوف هاي الحزمة رح ترتد في جميع أو تنتثر في جميع الاتجاهات، هذا الاتجاه أيضا هكذا وهكذا وهكذا. لذلك قال نرى هذا الكتاب في الغرفة المظلمة إذا سلطنا عليه حزمة ضوئية من جميع الاتجاهات، لأن الضوء ينتثر في كافة الاتجاهات. واضح حادثة انتثار الضوء؟ إذا هو ارتداد الأشعة الضوئية الواردة عن أي جسم في كافة الاتجاهات. طيب سوف ندرس الآن انعكاس الضوء في المرايا المستوية. لنقوم بالتجربة التالية، لاحظ عندي، نأتي بمرآة مستوية نسلط عليها حزمة ضوئية، قال فنرى تشكل بقعة فقط من الضوء في جهة محددة. ما سبب ذلك؟ إنه الكتاب انتثر الضوء في كل الاتجاهات، والمرآة المستوية تشكلت بقعة ضوء فقط في جهة معينة. قال السبب هو حادثة انعكاس الضوء. انعكاس الضوء ليش؟ قال هو أول شيء لنعرفه مشان نفسر الحادثة، هو ارتداد الأشعة الضوئية الواردة إلى سطح أملس ثقيل. إيشو؟ مثل المرآة المستوية، المرآة هي ملساء صح؟ باتجاه محدد فقط، باتجاه واحد. لاحظ هاي المرآة ملساء، أسقطنا عليها حزمة ضوئية، ارتدت هذه الحزمة في جهة واحدة. قال هو سبب انعكاس الضوء، إذا انعكاس الضوء هو ارتداد الأشعة الضوئية الواردة إلى سطح أملس في اتجاه واحد. طيب رح ناخذ مصطلحات وتعاريف هذه المصطلحات في حادثة الانعكاس. ليكن لدينا هذا هو سطح أملس، أسقطنا عليه شعاع واحد من الضوء فانعكس في هالاتجاه. إذا هذا هو سطح الأملس، أسقطنا عليه شعاع يدعى الشعاع الوارد فانعكس في اتجاه واحد. سوف نتعرف على عدة مصطلحات من خلال هذه التجربة. أول مصطلح وهو الشعاع الوارد، قال هو الشعاع الوارد إلى سطح المرآة، وفي الرسم هذا هو SM، هذا هو الشعاع الوارد اللي أسقطناه على المرآة. إذا ماذا يدعى هذا الشعاع؟ بالشعاع الوارد. لدينا ما يدعى بنقطة الورود M، قال هي نقطة تلاقي الشعاع الوارد بسطح المرآة. لاحظ على الرسم، هاي هي النقطة M تدعى نقطة الورود،
إيش يعني نقطة ورود؟ هي نقطة تلاقي الشعاع الوارد هذا في إيشو؟ في سطح المرآة. إذن ها هي M نقطة الورود. لدينا ما يدعى بالناظم. ليك هذا هو الناظم N M. إيشو تعريفه؟ قال هو العمود المقام على سطح المرآة في نقطة الورود. يعني الزاوية القائمة هون على المرآة بشكلها الناظم عمودي على سطح المرآة. إيشو هذا منسميه؟ خط العمودي على المرآة. إيش منسميه؟ الناظم. يوجد لدينا ما يدعى بزاوية الورود. لاحظ هاي هي زاوية الورود بهالشكل هاي. ليك آي تدعى زاوية الورود. إيشو تعريفها؟ قال هي الزاوية بين الشعاع الناظم والوارد. الزاوية هي عبارة عن ضلعين صح بيلتقوا في نقطة واحدة. زاوية الورود هي عبارة عن الناظم، الزاوية بين الناظم والشعاع الوارد. زاوية الانعكاس نرمز لها بالرمز R. هاي هي إيشو هي زاوية الانعكاس بين مين ومين؟ بين الناظم والشعاع المنعكس. إذا هذا اسمه شعاع وارد. بين الناظم والوارد اسمه زاوية الورود. بين الناظم والشعاع المنعكس اسمه زاوية الانعكاس R. مستوى الورود هو المستوى المعين بالشعاع الوارد والناظم. هذا هو هيك المستوى اللي بين الناظم والشعاع الوارد يدعى بمستوى الورود. أما المستوى الذي يشكل بين الناظم والشعاع المنعكس هو مستوى الانعكاس. إذا تعرفنا على عدة مصطلحات SM شعاع الوارد، MR شعاع المنعكس، لدينا الناظم NM وهو العمود على المرآة، زاوية الورود واللي هي I بين الشعاع الوارد والناظم، زاوية الانعكاس واللي هي R بين الناظم والشعاع المنعكس، مستوى الورود واللي هو بيتحدد بين الناظم والشعاع الوارد، مستوى الانعكاس واللي هو بيتحدد بين الشعاع المنعكس والناظم. إذن هاي المعلومات سوف نكمل الدرس في الدرس القادم.